لو نظرنا إلى الأمر من الجانب الصحي لوجدناه من الضروريات التي يجب أن تنفذ وتطبق، فتعليمات خلية الأزمة في المرحلة الحالية وفي خضم الأزمة الصحية التي يمر بها العراق فهي إحدى الحلول الناجعة للتخلص من وباء كورونا الخطير الذي اجتاح العالم. لكن الجانب المظلم من حظر التجوال هو زاوية الفقراء والمتعففين الذين يعتمدون على قوت اليوم الواحد. طبعا اغلب المواطنين اللي هم يكسرون حظر التجوال، طبعا حظر التجوال في جانب صحي تمام، ما حد الكل متفق به حتى المواطنين نفسهم، بس شنو ادى المواطن خلى المواطن البسيط انه يكسر حظر التجوال؟ هل هو ضد الصحه مالته؟ لا، بس انت اغلب العوائل العراقيه، اغلب الشعب العراقي هم من الطبقه الفقيره او الطبقه المتوسطه، هذا اللي يكسب قوته بالجهود اليوميه وبالشغل اليومي. أغلب حالات كسر حظر التجوال التي تحدث في البلاد وخصوصا في العاصمة بغداد هي من قبل الذين خرجوا ليبحثوا عن مصروف يقيهم من الموت جوعا، فهم بذلك أمام خيارين، أما أن يلقوا حذفهم جوعا أو يقتلهم وباء كورونا وسط سكون تام من قبل الجهات السياسية المعنية بالأمر. نقدر نحدد أنه 60% من الشعب العراقي هم من الطبقة الكادحة، لازم على أقل حل أنه توفر ولو شيء بسيط من خلال البطاقة التموينية وتسد احتياجات المواطنين من الشعب العراقي. لو وفر للمتعففين مصروف شهري يتزودون به مع الحصة الغذائية الشهرية يروي رمقهم لما اضطروا للخروج هكذا معرضين حياتهم وحياة من حولهم لخطر الإصابة بوباء كورونا القاتل. تحت رحمة كورونا يقبع الفقراء والمحتاجون دون أن تلتفت لهم الجهات المعنية في توفير قوت يغنيهم عن كسر حظر التجوال الذي قد يعرضهم للإصابة بهذا الوباء. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.